مدينة القناطر الخيرية، تلك المدينة العريقة والتي يسكنها أكثر من 150 ألف نسمة، تئن من تردي الخدمات العامة بها، ويأمل سكانها أن تستمع الدولة لمطالبهم. ما فيش حاجتين عندنا حضرتك هنا في المستشفى خالص، مستشفى معدومة، ولا وحدة صحية ولا مستشفى ولا أي حاجة. اي حاجه تيجي عند المستشفى هنا بيحولوه على مصر. بالنسبه للقناطر الخيريه هنا احنا نفسنا في مترو انفاق هنا عشان ولادنا والجامعه ما بيعرفوش ينزلوا يركبوا. مواصلات هنا عندنا وحشه، ميكروباص هنا عندنا كله استغلال. غياب المحليات، عندنا رئيس مجلس رئيس مجلس، الميه عشان واحد يركبها لي هناك على مجهود ذاته، وتيجي شركه الميه تحاسبني عليا انا عشان اوصل، كان الحكومه اللي وصلت وادفع للي دخل الميه على حسابه. ده اكبر غلط. المحافظ ما بنشوفوش، عضو مجلس الشعب ما بنشوفوش، ناقص سلع تمويليه في البلد. ليست هذه المشاكل وحسب في الخدمات بالمدينه، بل هناك مشاكل اخرى تعد الدوله بحلها في اقرب وقت. بالنسبه للمرور والتواجد، انا يمكن دي في خلال السبع شهور دي الزياره الخامسه ليا، يعني بمعدل كل شهر انا باجي القناطر مره. المشاكل كلها بتاعت القناطر أكثرها كان موضوع المستشفى بتاعت القناطر، يمكن قطاع الصحة كان بيعاني، المستشفى كلها كانت متهالكة وكانت داخلة تطوير جزئي، وزودنا عدد الأتوبيسات بتاعت المرفق النقل العام إنها تيجي للقناطر، يمكن دلوقتي شغال أكتر من 10 سيارات أتوبيس. مدينة القناطر الخيرية تمتلك من العناصر ما يجعلها واحدة من أهم مدن السياحة الداخلية في مصر، لقربها من القاهرة ولوقوعها على نهر النيل، هي فقط لا تحتاج إلا لمزيد من الاهتمام. أحمد مصلحي، يوم بيوم.